خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع خير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع خير أبقى ما صنع ما ينال ليس كل الدهر يوما واحدا ربما ضاق الفتى ثم اتسع خذ من الدنيا الذي دارت به واسل عما بان منها وانقطع إنما الدنيا متاع دائم فاقتصد فيه وخذ منه ودع وارض للناس بما ترضى به واتبع الحق فنعم المتبع خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع خير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يقصد قدر الرزق فأعطى ومنع سمت نفسي ورعا تصدقه فنهاها النفس عن ذاك الورع ولنفسي حين تعطى فرح واضطراب عند منع وجزع ولنفسي غفلات لم تزل ولها للتقي عاقبة محمودة والتقي المحض من كان ورع وقنوع المرء يحمي عرضه بل قرير العين إلا من قنع إنما الدنيا على ما جبلت جيفة نحن عليها نصطرع فسد صالحاً في الدين قالوا مبتدئ خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يقصد الزارع إلا ما زرع عبر الدنيا لنا مكشوفة قد يصرع الدهر رجالا تارة هكذا من صارع الدهر خير أيام الفتى يوم النفع واصطناع خير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع خير أيام الفتى واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يقصد الزارع إلا ما زرع ليس كل الدهر يوما واحدا ربما ضاق الفتى ثم اتسع خذ من الدنيا الذي دارت به
عما بان منها وانقطع. إنما الدنيا متاع دائم، فاقتصد فيه وخذ منه ودع، وارض للناس بما ترضى به، واتبع الحق فنعم المتبع. احمد الله على تدبيره، قدر